بفضل من الله وحمده استطاع الدفاع المدني الخاص بمدينة الرقاط السيطرة على الحريق بجهود وتعاون الأهالي. ومعنا الآن رئيس مركز الدفاع المدني الحر يحدثنا عن وضع الحريق وسبب اشتعال الحريق. يا أخي ليش بدنا ما كبوا السيارات؟ اضطرينا نستعين بالأهالي وأي صهاريج أهالي نحن هون شفناه وأي صهاريج للأهالي لا طفينا الحريق والسيارات لبوا كلهم وما حسنا نطفوا بسبب ما عندنا صهاريج. النجدة ما بتكفي. الله غالب. حسبي الله ونعم الوكيل. شوف هاي السيارات.